هذا السؤال اتوقع تجيبه بالسؤال الاول، تجيب فد 5 نقاط بس مو هن ذني كلهن، تجيب لك واحده من ذني. مثلا تجيب لك كيرفول تقول لك دخل اياها على الجمله، او سلولي او كويكل تقول لك دخل اياها على الجمله. مثلا وين تحطيهم؟ دائما لك مكانين بالحال، مثلا تقولين they looked at the picture carefully، او تقولين they looked carefully at the picture. المهم انه at the picture تظل ملتصقات سوا، يا اما تحطيها بمكان ال A يا اما مكان ال C اللي هو هذا التمرين 213، يا اما يكون ال A يا اما ال C لها مكانين، انما رقم 2 فقط بال C نقدر نحطها. نشوف يقول they turn on، شغلوا the gas، الطباخ الغازي. هنا فقط بالأخير نقدر نحط السلولي، يعني إذا تحطيها هنا تكتب لك غلط، بالأخير تحطين السلولي on the gas وتحطين السلولي فقط بالسي. عندنا الثالثة مكانين للحل، يا أما تحطيها بالسي، على الأغلب بالسي حطوها بالأخير، يا أما تحطيها بعض الأحيان تنحط قبل الأون عادي، اثنينهن صحيحات. راح تقولين they turned، راح تقولي لي شنو الفرق بين هاي وهاي، هاي turned وراها حرف جر، انما هاي حرف الجر بالاخير، ولذلك هاي ايضا يصير تحطيها بالاخير نفس حل هاي، تدوخين نفسك حطيها بالاخير وها هي، واذا غلطتي وحطيتيها قبل الاون هم صحيح. they turned the gas slowly on، they turned the gas on slowly، الحلين صحيحات. He is catching up with the leader. هو كان يمسك بالدرج quickly بسرعة. وين نحط لك quickly؟ عندنا مكانين للحل، يا أما بالبي يا أما بالدي. يعني تطلعين الجر والمجرور تعزليهن مثلا with the leader مع الدرج وتحطين الquickly قدامهن. يعني بعد حرف الجر اللي ملاصق للفعل تحطين الكوكلي هنا، وقبل حرف الجر اللي ملاصق للاسم، او اكو حل ثاني اللي هو تحطيها بالاخير. تقريبا هو الادفيرب كله اذا حطيتيه بالاخير ده حطيهن كلهم بالاخير وها هي خطيتك برقبتي. عندنا go on to the end، دنشوف عندنا هاي الخامسة، عندنا مكانين نحط بي، يا أما بال A يا أما بال B. نشوف هالمكانين، يا أما تنحط هنا بال A اللي هي بين الفعل وبين الحرف مال الجر الملاصق بي، ويا أما قبل الجر والمجرور to the end، يعني go right on to the end، ويصير تقولين go on right to the end. بس المهم ما يجي بالاخير، هذا الرايت ما ينحط بالاخير، ترى غلط لا تحطي بالاخير. اثاري مو كلهن ينحطن بالاخير، بس بها الواي، هاي ما بها الواي لان هاي اتجاه، ادفيرب للاتجاه، هذا يسموه الادفيرب اوف بليس الاتجاه مو ادفيرب اوف مانر. ذا نيجيشنز المفاوضات، هذا بروكن داون فشلت. عندنا كومبليتلي، شنو الأماكن اللي نصير نحط بيها الأدفيرب؟ نجي على السادسة، هاي الحل مالها السادسة هنا. عندنا الحل هنا الـ A والـ C هم الأماكن الاثنين اللي يصير نحطها بيها. نشوف الـ A وين؟ اللي هي بين الـ auxiliary وبين الفعل الرئيسي، يعني نقول the negation have completely broken down. والحل الثاني اللي هو شنو؟ قلنا بالأخير السي، قلنا إذا بها الواي رأسا نحطها بالأخير. The negation have broken down completely، هنا تنحط. نجي على السابعة، يقول the crowd made for shelter hurriedly، الحشد ذهبوا بسرعة إلى الملجأ. هنا أنا من نشوفين for shelter يعني هاي جار ومجرور، إذا وين تحطيها؟ نشوف يقولش تحطيها بالسي يعني بالأخير. sometime A، بعض الأحيان هم صحيح إذا حطيتيها بالمكان اللي هو الرقم A،
لكن هو لو اي لوسي، بس اللي اغلب هو بالسي نحط. نشوف وين السي اللي هو هذا بالاخير، ويصير تحطيها مثل ما قلت لك، تعزلين الجار والمجرور واحد وتحطيها هنا قبل الجار والمجرور، وصير تحطيها ورا الجار والمجرور، لان بي الواي يصير تحطيه بالاخير. The crowd made hurriedly for shelter. وصير تقولين the crowd made for shelter hurriedly بسرعة. The Spartans brought their children up. الاسبارطيون ربوا ابنائهم strictly. هذا حلتها حيل حبتها الدكتور، انتبهوا عليهم. نشوف وين نحط. عندنا مكان واحد اللي هو فقط السي، نجي وين السي اللي هو بالاخير. يعني تقولين the Sparta proud their children. ليش؟ لان هنا ما عندي ويا الفعل حرف جر، فعل ومفعول به، وينحط الاب اللي هي brought up، نعتبرهن فعل ومكمل للفعل، والchildren المفعول به انحشر بنصهن، اذا ينحط بالاخير strictly، يعني بس فقط بالسي، المكان الوحيد اللي يرهم له. I will talk into your compliment immediately فورا. immediately فورا وين تنحط؟ نشوف عندنا مكانين تنحط به، هي يا اما بالاي يا اما بالسي. نجي نشوف هذا المكان هنا ينحط هذه الاي، نقول I will look، انا سوف انظر immediately فورا into الى your compliment. هنا راح انظر للشكوى مالتك، فدائما انت من تشوفين جار ومجرور حطيه قبل الجار والمجرور، والمكان الثاني اللي هو اقدر احطه بالسي بالاخير لان بي الواي، راح تقولين اي، وانت دائما حطيه بالاخير بلا ما تتعبين نفسك. I will look into your compliment immediately، يعني يصير احطه. العاشرة عندي مكان يعني اللي هي فقط البي والدي. نشوف الجملة. He puts up، هاي البي وهاي الدي، هنا مكانين نحط بيها. He puts up with any inconvenienced patiently، هو يتعامل بصبر، فيصير لأن بي الواي تحطيه بالأخير. With any convinced patiently، أو يصير تحطيها بالبي، تعزلين الفعل ويا مات حرف الجر وقبل حرف الجر اللي موجود ويا الفريس ناون، الفريسل ناون تحطيها هنا بالبي. patiently with any inconvinced